سوسن كيلاني عم تسألني شو سبب وجود العفن الأبيض على وجه التربة. هاي اليوم رح نكون عم نجاوب عن كل الأسئلة اللي أنتو سألتونا إياهم بالكومنتس اللي بيتعلقوا بالنباتات. في كذا سبب لهذا الموضوع. أول سبب هو إنه المي ما عم تتسرب بشكل مزبوط من قلب الوعاء. يعني إذا بتطلعوا بكعب الوعاء لازم يكون موجود فتحات شوية كبيرة كرمال تتسرب المي بشكل مزبوط. ثاني سبب هو لأنه نكون عم نسقي بشكل كتير مكثف، وهذا الشيء بيؤدي إنه يبطل في عندي أكسجين بقلب الأرض، وبالتالي تكاثر الأمراض الفطرية. ثالث سبب هو إنه أوقات التربة اللي منجيبها بتكون أصلاً موبوءة، ومن هون أهمية إنه نجيب تربة تكون سليمة ومعقمة. رنا كنيو عم تسألنا شو بعمل إذا عندي حيوانات أليفة بالبيت وعم بقربوا لي على النباتات تبعي. رنا رح قلك شغلة، فيك تجيبي زيت الزنزلخت وترشيه على أوراق النبتة اللي عندك. بهذه الطريقة إذا عندك حيلا نوع من الحيوانات الأليفة إن كان بسينة أو كلب عم بيبحشوا بالتراب أو عم بياكلوا النبتة رح يبعدوا لأنه ريحة حتكون كريهة لألهم. تاتيانا لافورج عم تسألنا إذا الألوفيرا بننقلها بذات الطريقة اللي ننقل فيها غير نباتات من وعاء لوعاء، وكمان قدم نصقيها. الألوفيرا ما فيها شيء مميز، كمان بننقلها بذات الطريقة اللي نقلنا فيها غير نباتات، وبتنسقى مرة كل 10 أيام مانا بحاجة لأكتر. بخلي التراب شوي فرفت عن البو بهذا الشكل، وبسحب النبتة تبعي بطريقة كتير خفيفة. مفروض هيك يكون معكن. مريم كحيل حابة تعرف إذا بس ننقل نباتات بشهر شباط. فينا ننقل النباتات تبعنا بحيالة وقت بالسنة، بس أهم شيء ما يكون بفترة التزهير أو بفترة إعطاء الثمار، لأنه لما أنقل النبتة من وعاء للتاني أكيد رح تعمل صدمة، فهذا الشيء معقول يؤدي أنه الزهرة تهر. إليا حاج عساف عم يسألنا عن كيف فينا نكثف المردكوش من نعنع. إليا أنا رح أقول لك شغلة، في عنا طريقتين مثل ما حكينا بأول حلقة عن كيف فينا نكثف المردكوش من نعنع. فينا بتجيب المردكوش بتقص العنق تبعه وزيت الشي للنعنع، بتحطهم شوي بالماء شي جمعة تقريبا تكينوا شلشوا، بترجع بتزرعهم بالأرض. سهام حبيقة حابة تعرف إذا المردكوش بتحب الشمس أو الفي وكيف فينا نسقيها. سهام المردكوش بتحب الشمس، لازم تنحط 6 ساعات بالشمس وفيك تسقيها مرتين بالجمعة. ماريبال فرحات حابة تعرف كيف فيها تهتم بنبتة البونزاي. البونزاي ما بتحب الهب القوي بالصيفية، بس هي بحاجة لساعات شمس، فكتير مهم إنه أنا أحطها بضوء شمس مباشر، ولازم كمان الجو يكون رطب والتربة كمان تضل رطبة. ولازم نعرف شغلة كمان إنه ما لازم نسقيها إلا لما ترابها يجف. رومي بورعد عم تسألنا إنه كعب الكاكتوس تبعها عم بيصير لونه أصفر، شو هو السبب؟ أول سبب هو إنه المي اللي عم نسقيها عم بتضلها مجمعة على عنق الكاكتوس تبعك، مشان هيك عم بيصير لونه أصفر. تاني سبب اللي هو كتير خطر، معقول يكون في عندك نيماتود على الجذور. شو هو النيماتود؟ النيماتود هو نوع من المرض اللي بيضرب على جذور النباتات. كيف فيك تعرفي إذا هذا المرض موجود عندك؟ بكل بساطة إذا متشيلي الكاكتوس تبعك من قلب الوعاء وتشوفي إذا في عقادة على الجذور. إذا هذا الشيء موجود عندك لازم أول شيء تعملي إنه تشيلي الكاكتوس تبعك وتحطيها بتراب جديد، وتجيبي نوع من المبيد النيماتودي وترشي عليها. رح نكتفي بهذا القدر من الأسئلة. إذا أنتوا عندكم حيالة سؤال فيكم تسألوني إياه بالكومنتس، وأنا حكون عم جاوب عليكم بالحلقة الجاية.